مرحبتي سكينة، شحالك؟ ياك لباس، ياك الخير. شحال اللي لقانا كاملين، ياك الخير سكينة. قضية مضريقة، وأنا واحد مهلة ما يتحمل مسؤولية الحسن الثاني وحده، يتحمل مسؤوليتهم قيادة الفوليزاريو، لأنها قصدت تنخبط مضريقة، لأنهم قالوا للناس على أنهم يقدوا النار باش يعودوا هدف سهل للطيران المغربي، ودخلوا وتات العسكر مرقوهم ودخلوهم ومرقوهم ودخلوهم، وجات الطيارة أم خطيط نقولوا نحن، وزقنت بالمخيم، وشافت فيه الوتات العسكرية تمرق وتدخل، مقاتلين ذيك الساعة يمرقوا ويدخلوا، وشافت النيران في الليل كل خيمة قادية نارها، وسهلوا عليها المأمورية، هي مقصودة إياك يحصلوا على دعم والله تعاطف من المنظومة الدولية على المغاربة خبطوا النساء والأطفال، وفعلا جبروا هدفهم اللي هم العصابة، ضحاوا بذوك التركة والعلايات والكولة من أجل يكسبوا تعاطف دولي، المنظمات الإنسانية إلى آخره، وقصدت هي مقصودة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منبر الساقية الحمراء وادي الذهب، منبر الصراحة 1884. هذا قلت صحيح، عملت مدرية إذا قلت فيها صحيح. المخيمات اللي في القلتة واللي في التمهيريز ارتفدت بالعجلة، وكانت تحرض على شين قالوا التمويه وجهر الترانشيات تريبوتي، والداخلة بتناولها كيف ما قلت، وهذا الشيء صحيح وله تعليق وله كذا. قالوا ممنوع قواطين اللي فيهم ماركة الحمراء، باش بعد قاعد تعود الطيارة تشوف زي والعسكر يمشي ويجي، والمغرب ذوك الأيام جايته أخبار عنه عن 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 الجزائر داخلة في الأرض، وعنها في القلتة، وعنها في داخلة في ذيك الأرض، وعنها في التفاريتي، وعنها في فهم قالوا، وعنها في في في, في بوير الحلو، وفعلا وقاصدينها وقاصدينها قاصدينها، وعملت القوالة مقصودة كذلك. هذا كامل عمليات عدوانية وهمجية، هم المخططين لها. المغرب ما عنده غرض، سامع عن الجزائر داخله والحرب قادي، وقبله وقادي يهتدلوا وقادي في كل بلاصة، ومحسوس بهم مكشوفات التفاريتي، مكشوفة قوة التفاريتي مخبوطة سابق ذاك، ما قاصفتها طيار المغرب وطاحت منهم واحدة، طيحوا الجزائريين فيهم، والحال متبعرص. وهذا مقصود مقصود، واللي ما قال عنه مقصود راهو يكذب. هيك سمعته، وهذا مقصود في خليق الداخل، انت هيك سمعته مقصود فيه معمود. والقوالة عيط الحامل الغدوم اللي كانت له السير عقب ذاك في المخيلة، جبره يصلي وطارح كلاش، هو مسؤول النخيلة بالحديث اللي يقولها النخيلة زرابوني 7 كيلو سحل الرابوني، وحاص كلاش مطروح وروف عليه، هو والواقي جمعه، هو اللي مشى وخبط بار سنترال شركة فرنسا باش القوالة تنحرق وينال كذلك، باش مولي نفس الشيء ينقاسا وسرد مولي ويخلي ويذرى. هذا شيء صحيح، مؤامرات دسيسة حاقدة على شيء ينقال له، وقبلية مولي في نفس الوقت.
ومن بعد عاد ذاك قبضوا لي قالوا لي شال جنوب كامل كامل، ودفعوا الحرب موريتان عن حرب موريتان عن نص صعيب عنه فيها لا الرومات المانعين العرب توالاهم ولا لا خلق الداخل باش يخلق باش عود لابوي الميت ومجروح. هذا الشيء كامل وعدل وعمليات عدوانية واندساسية، ومن بعد حاس علي بال دميهم ولي وكالوها حاصوها وقنموها ومشاو بها وبيعوا دبش خلاو الخرقين يقيموا على المطرقة وحاش وحاشوه عالم مولانا وعالم رسول. يانا في دورية عملية المكسور ولا ولاني في العملية لا ماشين في شين قالوا هذا تلوات لعل يخلق فشل في بلد اللي جبرنا أربع وتات جبرناهم يشارجوا دوشهم مطريق وهربوا ولغناهم وقبلناهم الدمية خالية في المكسور وهم ينقلوا الدوش. تاك سمعتوا ينقلوهم شو بيعوهم ولي ما هم شيء ثاني. وشكرا حالتي بيكم مشهد سياسي الصحراوي، إن شاء الله تكونوا بخير وعوائلكم بخير وانتم بخير. مرحبتي بيك محمود، واش طاري فيك انت وش كي حالك وش كي عائلتك كيف لباسك كذا بخير. والله يا منت الاجواد والله اذا الكامل تقولي لا الحقيقه والله هذا كامل اللي تقولي والله اللي ما خالق قانون ولا خالق الصحة حق مساعد جينا عن ارضنا والله ما هذه الحفرة الترابوني ما تجبرنا فيها القانون الضعيف ينكال والمناضل ينكال والمناضلة تنكال رزقها. والله ما هو قاع الا انت وحدك قاع كال وقاع رزقك ولا هاو المعايل معاك والله الا كالوا رزقنا احنا جايين الصح حق من الساقة الحمراء ودي الذهب من طالغين عند براس ينقال لها صح حق رجيم الياقوت وزي تعرفها الناس هناتي راهي جاية ظهر لي عنها قبلة مضريقة والله حق لا يتعود قبلتها الله تعالى واعلم. اطرحنا ما رديت عليك يا ميت عمي اللي عندنا من الدبش جايبينه صح حق بصناديقنا وفضتنا الفونس وذيك الساعة مساين بالباس التركة بالباس قالوا لنا اطرحوه عند هذا رجيم الياقوت ومشاوبين لقفونا شرم مضريقة ذيك وهم لا كانوا باغين الصح حق يعدلوا بين الورقة السياسية أمام الأمم المتحدة وأمام العالم باش يتموا يقبضوا الصح حق فهمتوا التغذية وذي المسائل على حساب عين وجاو لقطوا ذاك الدبش ما رديت على خلاو الناس لين مشات عن ذاك المكان رجيم الياقوت وحازوا عليه ولقطوا ذاك الدبش الناس كاملة وقبضوا الصح حق وتات وقبضوا دنيتهم ومشاو بيها وكبوها شرابوني فماتي ومشاو وزعوها شور عائلاتهم الصح حق. والله نقول لك اللي فعل مولانا وتعرف الناس هناتي سولي قاع الحاجة هذه ترد عليك الأخبار راهي راهي حاضرة معانا الحاجة من توبيت فهمت. ودولة ما فيها قانون شي من عصابات كانت ساكنة الصح حق في المغرب وفي موريتانيا وفزواد وتوف وجبرت السلطة على ذا الشعب يبي وعات السوف كتلة رجالته كتلة نساءه. والله دعيناهم مولانا أو أصحاب الكروش والله مرحبتي بيكم وسهلة مرحبتي والله إلا مرحبا بيك وسهلة محمود أصلا مرحبا بيك وسهلة مرحبتي بيك وسهلة. هذا بعد ده نقول لك ولا أحمد زي الله مكرين عليهم مولانا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم حد كامل اقلع منا حقنا حسبي الله ونعم الوكيل فيه. والله والله دعينا مولانا ان شاء الله غير ما هم لا يعقبونا الخير راهم صح حق في كروشتهم الامراض وشين السعد والله في بطونهم. مرحبتي بيك وسهلة مرحبتي محمود لا ما رديت عليك قالوا لنا اطرحوا الدبش ذاك ديالكم فماتي عند رجيم الياقوت هذا ينقال له رجيم هو لا رجيم ينقال له رجيم الياقوت الله. وطرحت الناس مسيكين دبشها كامل اللي جايبه كامل عوينها ومسائلها وميرها ومسائلها ومشاو بينا شرم مضريقة فماتي الجبال مضريقة ذوك فماتي الله. وتوف هم لا توف دا كانوا دارين مخطين بنا عملية وجبروها توف
حق بعض. حنايا شي من الصح حق من الأصبياء وشي من العلايات يا بي وشي من الكهول الله مقنبلونا وتوف ومشات الضيباع الصح حق بذيك المسائل كاملة والله شور الصح حق مغايرهم ذيك اللي فرابوني وأخشاشهم ذيك اللي فرابوني والله وتوف أيوة لا إله إلا الله بعيناهم مولانا لعقبونا الخير إن شاء الله رانا موكلين عليهم مولانا حد كامل ظالمنا وظالم ذا الشعب وخاين ذا الشعب رانا موكلين عليهم مولانا والله حسبي الله ونعم الوكيل فيهم حد تم يقول الله حسبي الله ونعم الوكيل هذا مصاصين الدماء الله مرحبتي بيكم سهل مرحبتي به اللي مفروض على المد في حرب يالت بلد الترك والعليات ما ينقداو فيه النيران بذي طريقة يعود مموه كيف منين قاست الناس الحمادة جهرة القيران كل رقاج عنده قارب زر خيمته عنه مسلكم لطائرهم ولا يدوروا ويزرعوا الرعب في الناس وهي أرض الجزائر ما يجد حد يحوز عليها بينما في الانطلاق فم ضريقة قالوا لهم يقدوا النيران ودخلوا العسكر ومرقوه باش ينشاف العسكر عنهم رقعوا خالق مبرر عند المغاربة باش يخبطوا مضريقة وفعلا الحسن الثاني ارتكب مجزرة في حق ذوك الترك والعليات بتوقيع من قيادة جبهة البوليزاريو الفاسدة اللي تدور تعاطف من المنظمات الدولية هذه حقيقة جات في أهل الجنوب مقصودة في أهل الجنوب لأنه أهل الجنوب معروفين منين جايين ومعروفين العرق الجاي من الجنوب ومقصودة مقصودة ومعروفين قيادة البوليزاريو مولي من منين جايين. مرحبا مساء الخير كيف حالك حمودي والماقياك لباس وكيف حال جماعة القربية كاملة من رأس القائمة إلى آخرها. كل ما بني على باطل فهو باطل هذه من البداية وكل اللي مثل كاملة بتنا أساسها عوش ليتم عوش إلي نطيح ما اليوم يبعثون قاع ما هي لحقت ولا تلحق ما هي باطية تطيح تطيح هون وناس يقول لك هذا أسوا المشروع الوطني ولا أسوا المشروع الوطني على ما هم أسوا المشروع الشخصي على مزازهم الشخصي واستقلوا واستثمروا فيه بدماء الصحراويين الأبرياء نزهاء شرفاء قبال أهل الأرض الحقيقيين واللي قتلوهم وعذبوهم وهانوهم في الرشيد وعند قويرت والبيل وفي سجن الذهبية وفي السجون الأخرى اللي ما لنا عارفين متأكدين ومتأكد لأنا ونقول لك أنا شخصيا الفاضل والبريكة على أنهم خالقين موجودين السجون السرية اللي ما هم هذو ما هو الرشيد ولا هو الذهبية ولا هي موجودين السجون السرية عن جبهة البوليزاريو واللي دخلنا فيها هذا من جانب. الجانب الثاني هذا الأشخاص اللي قالوا عنهم أسسوا مشروع للصحراء هذا المشروع للصحراء اللي كان لو كان اللي هؤلاء الأشخاص نجحوا في مشروعهم يعودوا يزرقوها للصحراء في البحر بدل من يقتلوها عند قويرت والبيل ويقتلوها في الرشيد ويقتلوها في الذيبية يعودوا يزرقوك في البحر يعودوا يزرقوا الناس في البحر. هذه طقمة من المجرمين طقمة من الضالين طقمة من الفراعنة طقمة من الملعونين كرت جات لها الصحراء الصالحة النزيهة الشرفاء وقاست بها الحمادة وبدأت تعذبها وبدأت تعدل لها التصفيات القبلية الراخية الرواخية. ولما نقول تصفيات القبلية الرواخية شوينة عندي عليها الدليل وشهادات أهل الرشيد سجناء الرشيد دليل على ذلك. الناس اللي كانت تمشي من المطار للقار العائلات اللي وكتلت عائلة العائلة اللي هذه الكامل اللي تكلمت عنه قناة القربية هو مسائل واقعية حقيقية
إذا هذا النوع من المكر حد له حد يعدله ما يقدر يعدل يأسس الدولة، وبالتالي هو ابن حياطها أساس هذه الدولة، ابنها أعوج، ابن أساسها أعوج، إذن عمرها قصير. السلام عليكم. منبر 1884. ذي اللي قالكم صاحب الأوديوات الصفر اللي أنا ما عرفت منه اللي راسلهم قال عنه السكينة، ذي اللي قالكم كان نقشي في الحجري مضريقة مقصود لاستهلاك الإعلام مقصودة ومبرمج لها الناس في الوديان تل ينقال لها أنها تروغ ولا تقضي النار ولا تنعت في تلامع ولا تمرق في النهار، ومضريقة بناوا لها قواطي البيض ويدخلوا لها العسكر وتقضي النيران على كدية ياكل غنبولة تقتل الآلاف، وسبتها مولي من البداية خالق السبة من البداية ما تكلم عن أحد. احنا تمينا لين جانا البشير ذاك واحد ينقال له بدر وحاشونا منه وسرد وهجموا علينا موريتان ما كانت خالطة، هجموا علينا وهذا السبة اللي نعرفوها عقب ذاك. موريتان ما كان داخل الحرب في البداية، لا هاك داخلته غير ما يخافط حد قاع، ومشاو بينا عندنا من رشاش قال له مات متقصات فيه القصب ولا هو نافع قاع يا خيبة طعمال كابوس، وشوي من الترانسيسات وقيموا بينا فركك فركك قاع سنين نال، وقاموا طرق طرق في نال السبة ما عرفناها الحقيقية ما هو عقب ذاك، خلينا بعد قاع فم واد من الرجال الزين. وقبل لا هرب البشير وهرب وانقبض بدر ذاك ندي عنه لا انقبض فم، ومشى ما حضر للمعركة قال عنه قايس السبتة من الساحل بعيد عنه اللي يردن فيها للقام للقام ذوك اللي القارب قاع ما يقيمهم. المهم عرفنا عقب ذاك عن السبة خبطة ينال هجوم على موريتانيا تهاجم ياك الناس تهرب، وفعلا هربت ياك ما يبقى حد، هاجمت موريتان القويرة وهاي خلات وهذه وخلات القويرة وقامت صايقة مع مقافية وهربت الناس من العرقوب قدامهم وسكنت في قرقر وتكركرت الناس والوتات ما يخالق ولا خالق شيء، والمقاتلين قوطين لك عليهم. والمهم الهدف من هذا كامل عرفنا عنه إلحاق الضرر كيف قالكم به الجنوب، هذا راي ما خلقت سياسة ما هي سياسة مدروسة، لا يقول حد عنها سياسة جهلاء بدي راي مدروسة، ولاحقت فم مضريقة وعدل هذاك وعدل هي دخل له تات العسكر وعدل هذاك وعدل له تنقد النيران وملف على راسك دي إلين عقبة انخبطت. هذا الأوديوات الصفر سبحان الله هذا مخطط له كامل ومبرمج وخلق بصيفته، هذا صاحب الأوديوات الصفر راجل اللي قال لكم حقيقي وحاضر وكان نقشي في الحجر ويعرف يحلل المولي. سمعتوا ذاك والله نهيته. ايوه مرحبا بكم وسهلا. زايد على ذلك عن مضريكة راهي مشات فيها العائلات بأكملها، العائلات بأكملهم ما بقى لهم رداد اخبار، ما يلعب عندهم ولد مقاتل والله شي. مثلا عنه هاو الناس، هاو الناس ما فهموا في البداية وتمت الناس ما يفهمتوا الناس. ما هي قبال متهرده في السياسه ولا تفهم، وكلها واحد قاع وقايل عنه واحد يفشي، وكلها مدنكس وكلها يخبط وكلها واحد وكلها يشوف مدندن، وهو ينشهر من تحته وتم يشهروا من تحته وتم يشهروا من تحت الادميه الين عقبه الناس كامله خلات. آلات القتل عندهم اذلت فروع لهم وعدلوا فعلا ثلاثه، واحده الحبس، واحده مضريقه، وحدة الاندفاع في القتال. هذا مبرمج لأهل الصحراء، إياك ما يبقى منهم رداد أخبار. أثلت آليات القتل ومنهج الثلاثة، الحبس، الحرب بدون هوادة، ومضريقة قصف مضريقة. هذا هو البرنامج وهي الخطة اللي كان ممشي عليها. هذا كامل اللي يفهم لا من بعد والله اللي فهمنا ذيك الساعة أن مضرقة ما هي على بابها، المخيم اللي مبني على كدية ما هو مبني فرض ثانية والله ما هي على بابها. وشوف السلام عليكم.